كيف يمكن أن نجمع بين محبة الله والخوف من الله تعالى؟ هذا هو الموضوع. محبة الله تعالى والخوف من الله تعالى سيان، وهما ركني حقيقة العبادة. مطلق الحب مع مطلق الخضوع هو الوحيد الذي يحب ويخاف. لأن لا حبيتوا بلا ما تخافوا، لا حبيتوا بلا ما تخافوا، اسمعوا، تحبوا ما تخافوش. وغادي نقول لكم كيفاش داير هذا الخوف. إذا تحبوا وما تخافوش، بحال واحد السيد تحبوا باك مثلا، تحبوا وما تخافوش. منين تحبوا وما تخافوش؟ إلا قال لك دير شي حاجة ديرها ولا ما ديرهاش؟ ما ديرهاش. تحبوا لأن ما تخافوش. ولا تخافوا ما تحبوش، منين يكون حاضر وعنده الزروطة يقول لك دير، بصح غير يمشي، أش دير؟ دير اللي بغيت. حنا سيدي ربي تحبوا وتخافوا. تحبوه لأنه أنعم عليك، ولأنه سيرحمك في يوم القيامة، وتخافوا لأن ابن عمي ولا تخاف ما تشوفوش، تخاف تحجب عنه يوم القيامة، تخاف ما تكونش معه يوم القيامة، تخاف ما تكلموش يوم القيامة، تخاف ما تشوفش وجهه يوم القيامة، تخاف يعذبك يوم القيامة. تعصى وعلى عدد نتاع الناس قال لك احنا نحبوا سيدي ربي ويعصيوه، هذه المحبة. تحبوا تعصى اللي يحب شي واحد يعصي، إن المحب للحبيب مطيع.